في حرب الصين على الإيغور، قليل من الأسلحة، كثير من التكنولوجيا. بعد سيطرتها على إقليم تشينغيانغ عام 1949، عمدت الصين إلى طمس هوية أقلية الإيغور المسلمة، التي يصل عدد أفرادها إلى نحو 11 مليون شخص. بكين أجبرت الإيغور على دراسة الأيديولوجية الشيوعية، ومنعتهم من إقامة الشعائر الدينية. نحو مليون شخص من الإيغور ألقي القبض عليهم ووضعوا في مراكز اعتقال بزعم إعادة تأهيلهم.